لا تكثر من التحاليل يا ولا تبعدوا ياسر من الابعاد. الدول عندها ازدواجية المعايير، عندها ازدواجية المعاملة. هذا ما خالق دولة ما عندها ازدواجية المعاملة. الصحراء ما خالق دولة تردها لأنها ماشية مع دول الاتحاد الأفريقي، ومن هون قدام اللي تعود تحضر مولي مع دول ثانية. يا فاهم، ما خالق حد يقدر الدولة ما لها دولة. يا فاهم، دولة عاد ماشية دولة بالنسبة لتمثيليتها وبالنسبة لقوتها في الاتحاد الأفريقي. فاهم، واللي المغرب معترف به هنا دولة شمامها في الاتحاد الأفريقي. ياك فاهم، هو ما عنده ما هو ينسحب الله يتم صابر عليها. او اخبار المسائلات انت شوفوا لا الدول الافريقيه ما اعترفت بها ولا ما اعترفت بها. الصحراء ما تعرفين بها الدول اللي امتنات. امال الشيء الثاني اعترافه وقلتوا ما هم زي الزبطه واحده، ما اعترف بها جنوب افريقيا وما ادري كم جنوب افريقيا، وما اعترف بها نيجيريا، وما اعترف بها الجزائر. ياك فاهم، وما اعترف بها الدول الإفريقية المتينة، يعني اللي عندها ثقل اللي عندها وزن. يا فاهم، ومصر مولي ما فات اعترفت يا غير مولي، لا ما اعترفت اعتراف كيف اعتراف أوروبا وجاية حتى هي. فاهم، الدول الامتنات ما اعترفها بالصحراء. يا فاهم، وكافيها قاعد من الاعتراف عندها عضوية في الاتحاد الإفريقي، وهذا ما سبوا لهم الدول الامتنات. عمر بن حليبة، حليبة الرابوني عمرها قصير في الاتحاد الافريقي، لانها الحاجة حيتها تغرز، والله غرزت قاع. وقبل شوي السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغرب العظيم. البارح بالامس كان واحد الإنجاز مغربي دبلوماسي في قضية الصحراء المغربية. في المقابل كانت واحد الصفعة وصدمة للجزائر وللبوليساريو. اليوم كاينة تداعيات وكاينة ردود، وقبل هذا نذكركم بهذا الانتصار وهذه الصفعة اللي تلقت الجزائر والبوليساريو. تمكنت بطبيعة الحال الدبلوماسية المغربية من استبعاد جبهة البوليساريو من المشاركة مستقبلا في قمم الشراكة الدولية مثل القمة الصينية الإفريقية أو القمة الأمريكية الإفريقية أو القمة الروسية الإفريقية أو القمة اليابانية والعربية والتيكاد. وكتعرفوا كاملين في بعض الحالات مثلا في القمة الإفريقية الأوروبية كان بريهمات غالي بصفته رئيس للبوليساريو شارك في هذه القمة في بروكسل. ولا تذكروا في ذاك الوقت وغنسمعوا التسريبات الصوتية على هذه القمة، كان رؤساء الدول الأوروبية المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية في بروكسل استقبلوا جميع المسؤولين ووزراء الخارجية إلا بريهمات غالي. وكان في ذاك اليوم إهانة لإفريقيا ككل على أنه يشارك شخص باسم دولة إفريقية وغير مرحب به من طرف هذه الدول الأوروبية. مهم الإنجاز والانتصار والصفعة اللي تلقتها الجزائر والبوليساريو جاء ذلك عبر تمرير بند يهم شركات الاتحاد الإفريقي مع باقي الشركاء الدوليين خلال الدورة العادية 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في غانا، والتي يشارك فيها المغرب بوفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب مقيمين بالخارج ناصر بوريطة. هاد الصفعة الإخوان كتنضاف لباقي الصفعات والمشاكل والانشقاقات والخلافات اللي كتعرفها البوليساريو هذه الأيام، انهزام وخسارة وفشل تلو الفشل. وحنا كنتكلموا فقط قبل أيام قليلة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وفي الجزائر وداخل الجزائر أيدت مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية،
وقالتهم بواضح العبارات في تصريح لجريدة أو صحيفة جزائرية على أنه اعتراف أمريكا بمغربي الصحراء لا رجعة فيه، وهو اعتراف تاريخي لا رجعة فيه، وهذا من داخل الجزائر. ثم كتجي هاد الصفعة اللي هي صفعة استبعاد البوليساريو من المشاركة مستقبلا في القمم والشراكة الدولية، ثم كذلك منسوش الانشقاقات والخلافات والتصدع والوضع الداخلي الغير مفهوم حقيقة داخل البوليساريو. صراع بين البوشير مصطفى السيد مع ابراهيم مدغالي، باقي القياديين حتى هما لا يتواجدوا نهائيا اليوم في مخيم التندوف، اغلبيتهم كيقضي عطلته الصيفية في اسبانيا، في اوروبا، في كوبا، في جنوب افريقيا، داخل مخيم التندوف وما يسمى مقرات ومؤسسات البوليساريو، خلافات وصراعات واعتصامات وفوضى. تاوش كذلك تبادل اطلاق النار، ويوميا كيجبروا شخصين مقتولين اما بالرصاص او بالسلاح الابيض. فالوضع الداخلي في مخيم التندوف وداخل البوليساريو يأكد على انه البوليساريو ماتت، البوليساريو فشلت، البوليساريو انهارت، وفقط لا يتبقى الا الاعتراف الحقيقي من الجزائر، والبوليساريو قياديها رافعين ايديهم استسلمنا انتهينا. وفات الاخبار. رجعوا الاخوان بعض الشهادات القديمة اللي كانوا يتكلموا فيها عناصر البوليساريو عن رفض روسيا في القمة الروسية الافريقية استقبال ابراهيم مدغالي، مع العلم مسطر عليها على انه الجزائر كتشوف من روسيا حليف لها. نقطة اخرى، نسمعوا تسريبات والتدمر واستياء عناصر البوليساريو في ذاك الوقت من القمة الافريقية الاوروبية واللي شارك فيها ابراهيم مدغالي، ورفضوا رؤساء وزعماء الدول الأوروبية لأنهم استقبلوا ابراهيم مدغالي في ذاك الوقت، مع العلم لأنهم استقبلوا ناصر بوريطة وبعض الرؤساء الدول وخارجية الدول الإفريقية. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. مرحبا وسهلا، صباح الخير، ياك لاباس عليك وكل شيء بخير. أيوة، بعد هذه الولايات المتحدة الأمريكية ما مشات استدعاء لبوليساريو للقمة اللي دائما تقول عن البوليساريو لا بد لها تحضر في القمم هذه وكذا، شركات الاتحاد الافريقي واللي دائما محادثة عطارة بزوكرني زوكرني زوكرني الامريكيين ما هم مارقين وشي، الامريكيين لو دول شي ما هو زوكرني، ولا يلودوا الصدر الخضراء ولا يلودوا للعرق. ذاك اللي عند البوليساريو ما هم مرقين والسبة واحدة، ولا عندهم مولي أخلاق، حد عندهم أخلاق اللي القانون، قالوا على أنه كيان غير محترف به، وصل بعد يبشرهم بالخير. من ضري مولانا شلاهي تقول ضريكة يا صار البوليساريو هاي الروايات، شلاهي يقول ضريكة يا هاي القمة اللي ما هم لا يشاركوا فيها، وظن على أنها مولي من يعدلوه الأمريكي اللي تصبح عادة مألوفة قاع عنده جميع اللي لا يتربطوا اي شراكة صيانية اقتصادية، والله اللي بقات تعودوا مع الاتحاد الافريقي. وهذا هو اللي قطقنا نوبة فايتة على ان عمر المحلب حلب الترابوني عمرها قصير في الاتحاد الافريقي، لانها الحاجة حيتها تغرز، والله قرزت قاع قبيه شوي ناد بيره اللي عليها حي ما تعلف قطعا عنها لا يتقرز بالعجلة والشد، وهي صن علت في الشد كيف لقوا الصيف هذا اللي يخلق فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم كيف أحوالكم؟ عفوا، أنا نعرف عن قاع خالقين واحدة اللي يقول طفوك بعد من السم فم، قال بعد بيقلعهم ولا أنا من حسناتهم عني بعد أنا ما كن مول بوليزاري موسم. هذا موضوعين ومولي ثاني، جبنا لكم قبل موضوع قضية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ولا أتكلم في حد. إذا ضركت إياها يا من تريد الحرب فعد لها ما استطعت من قوة، واترك عنك موريتانيا راهي ما هي من داخلها معك، ولا يقحقها عاد في الحرب ولا قايس في حرب. هذا الموضوع الثاني هو قبل جلسة مجلس الأمن اجتماع روسي مغربي
وموسكو تؤكد موقفها حول قضية الصحراء، وبالتالي يا جماعة هما اللي دوك اللي يقولوا حليفنا زايد حليف حليفنا، يعني احنا سوي تردوه في الجزائر يا غير ذاك اللي يرادفنا احنا في الجزائر، هذا راهو موقفه سنتولو قبل اجتماع مجلس الأمن. الموضوع الثالث واللي جبت لكم دركت اياه هو تقرير الخارجية الأمريكية، المغرب مكن الصحراويين من حرية التنقل وشجع عودتهم من مخيمات تندوف، يعني هذا جات انساقت في اطار تقرير تقرير وزارة الخارجية المتعلق بمجال حقوق الإنسان. هذه المواضيع شفتوا هذا انا ركت اياها مسائل واقعية على الأرض، انا نقولها ما وحاني حاك حفايد بحد ولا أنني انتقام ولا مثلا شفاية في أي حد، ولكن هذا الواقع، هذا الواقع اللي خالق تهرب الناس عنه وجحدانها على رؤوسها، يعني جحدة على رؤوسها الواقع هو اللي ما اللي خليها تتقدم الشيء ده هو، ولكن هذا هو الحقيقة. روسيا راهي عندها قبل اجتماع مجلس الأمن عندها جلسات مع المغرب، الأمريكي الخارجية الأمريكية قالت على أن المغرب مكن الصحراويين من حرية التنقل وتشجعهم للعودة للأرض، موريتان قالت على أنها القصف غير مساهد فيه، وبالتالي هذا يكون هو قالت موريتان هو أول تكذيب بعد قال وزارة الخارجية الجزائرية اللي دخل درجة موريتان في إطار في إطار في إطار في إطار التعدد هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم وكيف أحوالكم؟ اسمحوا لي أخوتي، أنا مع ياسر طحت من عرض العيد. هكذا كان هو استقبال الاتحاد الأوروبي، ولا رد الاتحاد الأوروبي، واللي بالفيديو زعيم البوليزاريو جاي درعته مباشرة، ما أجبر أي حد قدامه من 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 رؤساء الاتحاد الأوروبي، واللي في العادة في الاتفاقية في البروتوكولات لازم يكون الاستقبال على الشاكلة اللي استقبل بها بوريطة، والتقاط صورة تذكارية للزعيم قبل دخول صاحب البوليزاريو، تمزراو كاملين من فم وجاو وخلاوه داخل وتوه مدبل. تو قالوا له لا راناك تخليه في حقنا الروايات تبعت قاع جاي قاع ما معيط لك حد، ولا دخلوا توف يعني قطعا عن هذا اللي عدلوا له الاوروبيين. كان قاعد يقول يوغي قاعد خير بعد الله، لا اصدق فيه بعد قاع الاوروبيين، والله اقل ضرر ذا اللي عدلوا له الاوروبيين، قاع من اكثر ضرر ذا اللي عدلوا له الاوروبيين وذا اللي عدلنا له نحن. لا قطعا عنه، خلوا قاع قبيل ماشي، خلوا ماشي، لا ظهر قبال، ظهر قبال للعالم على انهم ما معلوم به وعنه ما معترف به، وهذا الحشو التحشيه الجزائر في خنافر هذا العالم، عنه ذاك ما هو مزيلو شيء.